اللهم عليك باليهود والصهاينة والمنسورية ومن أعانهم وشايعهم وأيدهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أقصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم نجي، انتبه، أعني ما أقول، نجي إخواننا الفلسطينيين المؤمنين المسلمين الموحدين. اللهم استر عوراتهم وآل روعاتهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم في خلواتنا في سجداتنا مع ربنا فيما بيننا وبين الله أن يجيب دعاءنا ونكثر من الدعاء لإخواننا فإنهم مطلوبين.